دكتور محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على مشاهدينك الكرام، بس انا والدكتور. استاذ محمود دياب. طيب استاذ دياب، يعني ايه سبب الازمه؟ ليه رجعت الازمه تاني؟ هو رجعت الازمه يمكن حوالي اكثر من سبب. اول سبب ان حضرتك معروف ان مصر بتنتج 50% من استهلاك الغاز المحلي وبتستورد الباقي من الخارج. وان سبب الازمه ان 50 الباقيين اللي بيتم استيرادهم من الخارج بيجي عن طريق سفن محمله بالغاز عن طريق البحر. فتعطلت في ما عرفتش تخش المواني بسبب سوء الاحوال الجويه، ده اول سبب. السبب الثاني زياده الاستهلاك المحلي بسبب برود الجو. والسبب الثالث والاهم ان بعض المتاجرين للصوانات في السوق السوداء استغلوا الازمه واحتكروا السلعه من بعض البلطجيه وبعض اصحاب المستودعات. ايه الاجراءات اللي هتتخذوها لمنع السوق السوداء والمتعاملين فيها يا فندم؟ هو دكتور محمد ابو شهاده وزير التموين والتجاره الداخليه قرر تشديد الرقابه على جميع مستودعات الجمهوريه، وفي نفس الوقت تم التنسيق مع وزاره البترول بضخ كميات كبيره جدا من الصناديق البوتاجاز المنزليه او التجاريه بزياده قدرها حوالي من 110 الى 115% عن الحصه المعتاده. يعني تم الضخ في القاهره يوميا حوالي 66,000 اسطوانه من تمام. من خلال المتابعه، هل ادت هذه الزيادات في الضخ في تقليل حجم الازمه؟ بالتاكيد، يعني الازمه انخفضت كتير جدا، اضافه الى جهود الرقابه من مفتشي التموين ومباحث التموين على جميع مستودعات الجمهوريه. تمام. وتم خلال يومين الماضيين ضبط حوالي اكثر من 700 اسطوانه في مدينه الحمديه المتاجره في السوق السوداء، وضبط مصنع لتعبئه البوتاجاز قطاع خاص بالشرقيه متوقف عن الانتاج بالرغم ان فيه 73 طن بوتاجاز صب، وايضا مصنع بيوت بالشرقيه بيستخدم غاز منزلي غير الاقراض المنزليه، وهناك عقوبه رادعه على كل من يتاجر بالاسطوانات في السوق السوداء اللي هو تطبيق القرار الوزاري. وما نتمناه استاذ محمود دياب ان يكون هناك متابعه من الوزاره للتاكد من التزام الجميع وعدم لجوءهم الى السوق السوداء والمتاجره بحاجه المواطنين. وهنتابع مع حضراتكم غدا ان شاء الله تفاصيل محاولات الوزاره للحد من هذه الازمه. شكرا جزيلا استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين.